نعيش بالفنون وتلاقينا اليوم في لمة الأحباب أحلامنا وما بينا واللي صار علينا وكل ما تمنينا حبكوا اليوم مع كل الشباب. بابا في فمك طب استخفاني من بابا هذه شنية طوعة عبتني بابا 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 اوه من هذه بابا عليها هكا شعمت لك تو سخان تربي وتزيد انت باش تطلع لي السخان عليها شعمت لك يا عش ولدي خليني نخدم خليني نخدم خليني نخدم بزلت عود لي بابا نطيش كل شيء من يدي وخليك الدار ونخرج بابا منصور يا بابا بابا منصور يا بابا منصور نعم مديدك انا طايح في القدر شبيني انا زميلك في القرايه ولا في النادي بابا ما قلت لي اخدم على روحك مش تضمن مستقبلك لا لا وليدي انت على الهيئه هذه مستقبلك باش يكون عندك يا في كباري يا في المتحف يا كراكوز يا في السيرك واختار عاد انت بابا فما فريق نتاع كرة يحب يشريني باش نلعب معاه. يشريك انت نعطيك بلاش ونزيدهم الفلوس. يا بابا يشريني معناتها يخلص النادي نتاعي باش يعمل لي عقد ونلعب معاه. قول لي اخي انت واش قلت لك انا باش نحى عليه حكاية الكرة هذيا؟ قلت لها بقرايتك؟ ديما ما تسمعش كلامي. لا مرة هذه سمعت كلامك. انت قلت لي ما تلعبش الكرة. سمعت كلامك وليت محترف في الكرة. تضحك تضحك سعدي بولدي غادي يطلع لي طبيب مهندس معلم باش يطلع لي كوارجي عايشك بابا ما تضيعليش مستقبلي في الكرة عليه اللي نضيع فيه وقتي في القراية نمشي نكور بيه ونربح برشا فلوس انا لا نفهم لا كورة لا حتى شيء انت كل مرة طلعني بطلعة مرة تحب تولي مخرج سينمائي مرة تحب تولي فنان مرة قلت لي نحب نولي مطرب مرة تحب تولي كاميرامان تو تحب تولي لي لاعب كرة قدم بابا عايشك ما تقفليش في طريق طموحي عليه هكا تو راه عندك مسؤولية كبيرة العالم باش يضيع رونالدو جديد انت والله كان باش تشدلي في حكاية الكرة هذه وتسيب لي قرايتك العالم مش باش يضيع باش يخسر اشحاء جديد انت ياسك اش كتفرج اجين هوني اجين صباح الخير عدنان قهوة ما نعيش خويا يا مونيا ها صار لك قمت الصباح لقيت روحك بكية تديبها في الضمار متاعك انت يا مولي صحبك انت يا يولي ضامر يا يهبل اختي تعرفت على واحد اما نسيت اسمه يا ربي شو اسمه يا ربي نسيت من محبتي فيك نسيت اسمك حاسيلو كي نذكر اسمه اتا نقول لك اما معروف هو يا ربي معروف شنو هو معروف دكتور بروف في الجامعه نعرفش انا مناشط تلفزي محامي ستار دو سينما كوارجي يكور في ليكيب ناسيونال طلعتهم طلعتهم بلا شو اسمه ترى كبر باراليت
حد ولا ليش كنا نحكي ذاك في العالم نتاعه من غادي يشتغل بيبي يحكي لي اختك كنا واقفه باش نشد ستوب ويقف لي السيد بكرهبة عزيزه وغاليه كما نعرفينا ميوزيكا فون هكا تقول في بوادا ومن بعد طلعت معاه وصلني ومن بعد هو عنده كلي ثقه في روحه هكا قال لي يا اخي ما قالتنيش قلت له والله يا اخي وجهك مش غريب علي يا اخي مش انت مثلت في مسلسل الرمبانة راهو تغشش الراجل هو ضحك عجبته راهو الحكايه من بعد كي وصلني للنادي اعطاني نمرو البورتابل نتاعو وانا عطيته نمرو الفيكس نتاع دارنا ومن بعد حتى يطلبني ومن بعد صباح الخير طلعوا شكون عرضني تو قدام الكلوب في كهربا مش نورمال كنت ورجي المعروفة يا مقواكم كيف طلعتوه هذاك مش احنا طلعناه فيروز طلعته بلوتو هو طلعها فك الكرهبة اللي تقتل وقالك مش نعرس بيك اللي ضربت على الباب مرة هيدي عمينا فيروز نضربها وهي طايرة استنيوا عليا باركة بربي شقولي تو نعمل بوستار في مخي يغلي على الاخر وانا نشم في الريحة ونقول ريحة العزة بالمخ من خارج هذي يا اخي شكون تعمل كان على الماكلة يا اخي نقرا في فن الطبخ باش نخرج شيف كويزيني مسار حر ريستوران تي العباد الكل تقعد تحكي بيه سردي فنانه تقرا فن الطبخ اي يا بابا اما الفرق انه فن الطبخ حاجه اخرى في الجارانتي عايش مولاه عرفت شنو هي العبد ضمن ماكلته والريستورانات كلها بكلهم فلوس كالريستورانات انا بالرغم اللي نقرا عربيه ماذا بيا لو كان نتخرج من الفاك طبيب جراح ونحل كلينيك هكاك نبدا ندز في الفلوس كيف هكا لي انتي راتيت الفوكاسيون تاعك كيف تطلع جزار بعد اللي جيرانك الكل يعيطولك نهار العيد باش تذبح لهم على ليشهم سامحني سليمه راني نسيت اللي انتوما نهار العيد تاكلوا في العلوش حي هكاك كي نبدا ندز في الفلوس بالباله الا ما تبدا تتشحت وتقول لي بربي خذني حتى ذره ما يسالش يحسر عليك انا ما نفضلكش باش ترعين انت حتى جزر ما تجيش راهو من القهوه اللي تشرب فيها مولي تروش بكلك انت حتى جان ما عادش تنجم تشق عليها جاتك ما عادش تنجم تشق الكياس تو تراك نشق الكياس نهار الشتاء تنزل المطر هكاك رخيتين من سماء ها ومن تشق وانت تستنى في دكار السفر يا سيدي رفع على قليل شويه هكا طرف من المستوى نتاع احلامك احلامكم ديما تيغاتير انتم هذه احلام شويه مش احلام شباب ترى عطينا انت يا شباب يلي احلامك سيالة سيال مش تيغاتير انا نحب نطلع للقمره الاولاد هاي اللي تحب تطلع للقمره وتجيب منها تمره لا انا كي نحب نطلع للقمره نجيب نبني فيها قريه قمريه بربي والله هز الساعه ما غادي هز ساعة انتي ابدا قول بوك يكري لك السطح اللي فوق دارك على خاطر لازم تبني فيه برميري تاج قبل الساعة تعرف العباد اللي كيفك شنو ما هما اللي يثنيوا العزائم ويقتلوا الاحلام عايشة انتي يا اختي ما هو عمل احلام نورمال انا واحد من الناس نحب نولي قشار نشري ونبيع كل شيء ديارك راه براد يا فريد كل شيء نشري بالرخيص ونبيع بالغالي وكل مرة نضرب ضربتي كيكم عليا نحب نولي متوقفة نضرب هربا ونشي بقاع الحانوت أنا نحب نضرب ضربة معلم نحب نضرب دار في المنار نحب نضرب كراهب مضخمين نحب نضرب عرس وتشيل بمرار شيب بكي فيفا وهدي ونجيب فرقة ناصي عجرم أنا نحب نضرب شهرية مسمار في الحيط ونحب نضرب منحة إنتاج ونحب نضرب زيدة تخزين و... وقرض وميسيون اخر شركه منها تفرهيده ونضرب كرهبه الاداره وتضيف مبلوش هكاك نحكي مع العباد الكل وانا نحب نضرب فيديو ستيريو نحب نضرب بيكرون بلا وهم سينما ونحب نضرب مولينيكس وسبونتيكس ونحب نضرب زيد بيبليوتيك نابية بالتحف والنوار البلاستيك والسراب السدوري والكيسان مذهبين واللينوكس وحيوت الدار الكل نحب نضربهم بالفايونس ونحب نضرب القاروس ونضرب الكرافيت انا في خدمتي نضرب الدار مليح ونضرب البندير مليح كانك على الطبلة نضربها مليح اكيك عارفي باش نفلي طبلة وذنه ونصب له الصبة باش ندبر الصبة ويولي عارفي يموت عليا ويضرب عليا بالبونية اكيك يضرب الدار ونولي انا ايطال ونضرب منصب مديرة قد الدنيا وانا نحب نولي نضرب نصرة وانا نحب نضربك بهذي على راسك
عاد قلت لك فما واحد جابوني واحد تونسي عملوا اختار شكون يغلب. يا اخي جابوني من الضربه الاولى جاب التونسي يصف في التراب. يا اخي قالوا يا ولدي كيفاش عملت؟ قالوا عملت لك حاجه هذيك كان بيزا نتاع شبابنا يسميوها جيدو. هاي نعرف. كيف كيف عاودوا المره الثانيه من الضربه الاولى جابوني جاب التونسي مفروش. قال لي ولدي كيف عملت لي؟ قالوا عملت لك هذيك كان بيزا نتاع شبابنا ويسميوها تايكواندو. تي نعرفها حتى هذه. كيف كيف المره الثالثه قالوا يا عاد نعاود اختار مره ثالثه. جايب التونسي لسقوا في الحيط حاسيلو. يا اخي قالوا ياندي شعمات لي؟ قالوا عملت لك تكمبيسه نتاع شبابنا ويسميوها الكاراتي. قديمه حتى هذي نعرفها. ليه عدت توا دقيقه توا بعد التونسي عاد تنرفز وقالوا يا هاني توا باش نعاود اختار واحد اخر. التونسي لله قطع ضربه قلب له بها منظر حاسيلو رقدوا في السبيطار. قال لي ولدي كيف عملت لي؟ قالوا عملت لك حاجه اسمها تكمبيسه نتاع شبابنا. اي طلع شنيا شنيا اكيدو ليه ما في الدكو. استنى استنى جيتسو لي او دقيقه دقيقه يتمي نطلعها دقيقه صح كونغ فو لي يو بربي يقول لي يفك علي ضربوا بكريك بتاع ايشي جي نجيب فيهم ايضا طارق خوك حكاية طارق نجيب لك كاس تاع الفازة اي جيب لي احمر ولا اخضر؟ اخضر اخضر ما نحبش انا خويا محزونه ما فهمتش انت وطارق ما فهمتش كيفاش تعملوا هكاك هذاك اسمع ميساج انفيزيون اي ميساج يا محزونه يا محزونه اسمع والله اختك لي من اللعب تعرف ايش قاعده نخمم؟ قاعده نخمم باش نعمل سبيسياليتي بتاع شيروجي استيتيك مش هذه اللي يردوا بها هكا العبيد مزيانين وشبين وكل اونتخ اونتخ هذايا ليلى زيدا ثم عبيد مسكنات كل يصير لهم حوادث يتشوهوا ويتحرقوا وكل شيء يتصلحوا باش يعملوا شويه استاتيك اما مش زيدا هذا اللي في واليو مثلا الحوت هكا بصحتهم يعملوا لهم عمليه يحيوا لهم شحم وكل في هذيك لي بوسيسيون اسمها ما فيها حتى شيء العمليه من تعرف كيفاه وفي مادام كي توا قاعده تقرا انا جاتني فكره يظلي باش ناخذ البطوله في المسلسل اللي كنت فيه ويظلي تا برشا ما طيب باش تتبدل ها نقول لك كيفاه تا خشمي باش تبدل لي خشمي ساعه وضعفني على الاخر قد ما تقدر ما عادش فيا حتى شيء وتولي سقايا وعيني نحبك تردهم لي يخضر يا زرق خاطر البطله هكا راها يعني هي يخضر يا زرق هكا كي يجيك لك انت روبرتو مالا يقول لك يا سوسو يا سوسو ما احلاك يا سوسو ما العينين اغوص فيهما يا سوسو ما تعرفش يصير له شنو انت حيدوخ اقرا 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 مش لعب توا راهي المقاييس الكل تبدلت توا الشخصيات الكل مش مبدله يا اخوانا البطوله يجا نقول لك فيسا ماكش تقرا انت يا فيسا فيسا كتبتك انا قلت لي مش ليه تلعب قاعده انا نقول لك بطوله وبرامج وكل لا انت عندك كوب دي موند بتاع الجماليه ميداي دور بتاع الاستيتيك فك عليك من عمر والله تبعني تربح راه اسمعني تعرف نصح في الكونترات وهذا شري لك سبيتر ذهب كاسكيد دياموند يا مونيا مونيا تبعني تربح القديم بابا قال لي ما فماش كوره اخي بالرسمه اللي برو انت تي برو يا ودي انا في بالي نجس نبض يا اخي قطع علي النبض ضربه واحده يا الوليد شبي ودينا ما فهموش حاجه هالبه جدا اللي يراو المستقبل للعباد اللي عندهم بدن كيفيانا شوف تبارك الله هاك البوترين بيسبس ويت تريسبس ويت هذي هي خرجت شويه سامحوني 48 ساعه ما خدمتش بدني راهو عرس اختي فستح حياتي شويه عجش على مقارب على سكس بالعصبان اما ان شاء الله نوعدكم ها واحد شرف بعد تهور والخالتي باتريكا نرجع عندي بروجرام بتاع فوتين كويت وعالم ودنيا باش نرجع كالعاده لبدونيه العالم كلي بصعبة سيرتو اللي يخدموا بدنا على حساب مخ توا العالم الكل فاهم ان الكوره هي المستقبل في البلاد هذه كاين بابا على غالب حتى نحنا في الجزائر لي جوار دو بالون مشهورين وزيد يربحوا بزاف الدراهم الفلوس فلوس شكون يحكي على الفلوس الفلوس لهنا في الجيتار تعال احكوا يودي اللي الجزمان يصوروا اكثر من كوارجيه راك يضربوا في اللور على حساب ست عدنان وين ما يسمع كلمه فلوس مخه وبدنه يتبلانتيف اسمع اسمع عدنان عدنان انا ننصح نحي عليك الجيتار ونحي عليك الموسيقى تبع الكوره وانت بدنك متاع كوره والله بالرسمي يا خويا تلمت برشا فلوس وتعمل بروجيات ومشاريع وتحل القهوه متاعك يا ودي انا ما حشيش في القهوه انا دمي موسيقى
تحب في النهار اخر نبدا ستار انترناسيونال وفور لو مومون راني بنك في الكافيتيريا وعامل جو مع صحابي. يا ودي انا نقول لك قهوه تقول لي كافيتيريا توا ما خير كافيتيريا تمر فيها في شباب هذايا بتفتفها فلوس ولا قهوه ماشيه بالشيش والكارتا بلوت رمي من هنا علي ما نعملوش شيشه في الكافيتيريا. هيك يا ولد تحب سي منصور؟ سي منصور قالك لهنا لا نحب لا شيشه لا دخان. يا ولدي بابا ما يحب شيء انا بطلت سي ما عادش ولي لاعب مشهور. دوماج كي راح تبطل البالون هذه خساره كبيره للمغرب العربي. لا انا باش نقعد في الدومين نتاع الكوره اما باش نولي سمسار تاع كوارجي بيع وشري نتعامل مع لي غران كلوب انترناسيونال نعز. يا مش نورمال يا مش نورمال يا وحده وحده للفينال علي علي فرصه لاجاتسي علي علي فرصه لاجاتسي يا مش نورمال يا مش نورمال وحده وحده للفينال. هي انتوما البنات ما قلتولناش عاد شنو احلامكم؟ انا نحب نحل ان بواد دانجينيور يبداو لي زورديناتور هكا دايرين بيا نحب نكون بيل غيتس اوفينا لي لوجيسيل ولا التشات شبيني يا اخي ما نعرفكش انا ديدي راني قريتك قرايه كنت حلها البواد هذه لما تقايد فلسه راهم التشات عزيزتي اذا تاكلاتي لا تشاتي لا تباتي وانا كي نلقى راجل تحفون ما عادش نشاتي. تحب على راجل تحفونه نحب ريزيدونس في الحمامات هبال اكران جيو هبال بيسين هبال باش هبال برفان هبال كله هبال فهبال. اي ظهري فيك ديدي انت هبلتها وزادها مش نورمال. نحب سبابك مش نورمال باش مش نورمال برفان مش نورمال كله مش نورمال وطياره مش نورمال. نحب طيارة طيارة نمشي ناكل في ريستوران طيارة نسهر في بواطة طيارة نحب كهربا طيارة. يزي يزي يا ديدي سي بون يزي أيا تويك نهبطوا إلى كوكب الأرض نهبطوا نمشيوا على ساقينا شوية. سيداتي آنساتي سادتي بدأت طائرتنا في النزول على أرض مطار تونس كارتاج. الحرارة تبلغ على أرضنا 45 درجة. الكارو أمامكم والمترو وراءكم فإلى أين المفر؟ أنس أنت تدمر في أحلام الشباب. أنس بربي نلقاش واحد هكا ما بيناتكم على الأقل يفرهدني ويقول لي على حلمة عادية ما هيش طيارة وما فيهاش برشا هبال ونورمال. أنا أنت هاي باش تحلم باش تحب تولي. أنا هاي حب ولي عظافة. تعرف تقرأ الكف؟ مالا شنو هي تقرأ لك هي؟ هام زوز واختار واحدة. ها هاي بيه ايه صلي على النبي. عمرك طويل ما عندك شي مشاكل ما فماش شكون متعرض لك صحتك باهيه نشوف نجاح وفرحه كبيره ما عندكش تابع يا خاي اما لا تمشي سيدي محرز وتصدق 600 فرنك وستة خبزات وتشرب الماء من بيلولي. ستة خبزات هاي سكر خاطر قد عندك صغاره هاي اما لا شد روحك او عندك زوج صغار جايين. وين انا شوف لي باش ننجح ولا يجي نقول لك هيك انا شوف لك بالفلوس بالفلوس. I'm just a poor boy fish my soul is seldom true down the side of my resistor this is a man come to mow the statue one fair. All eyes in jest, till him and where the sun comes. When the people go, oh la la la, it's time they come to know. عدنان اهلا
شنو تحب تكرافة؟ ليه ليه نحب تقيد لي قديمة عندي مقهوة مش خالصة. تقوم عسلامة الأولاد. الأولاد شو تعرفين نحبكم برشا، تفضلوا وقعدوا، النظام حاجة هامة برشا راهي. فيسا 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 الأولاد اليوم فرشة العمر جاتكم باش نقدم لكم شريط سينمائي طويل فيه 800 حلقة أنا كتبتهم، وكل واحد فيكم باش يحاول يفك الدور. به توا نبداو بالواحد بالواحد، تعرفوني برواحكم. وشو أنا نحبكم برشا، تفضل عرفني بروحك. انا اسمي سليمه بن عمر. أي. نحب المسرح وسورتو هذوكم اللي طيب لقيتك في دور العاشق الولهانة، خاطرك حاضر باش انت اقعد تفضل قوم. وشو نحبكم برشا، تفضل. انا في 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 عمر الزهور. أي. ونقرا في الجامعه ونعمل مسرح مع مدام سعاد. دقيقه انت هكا ترى هاي لقيتك سي اقعد سي دورك عندي هنا تقعد. اه قوم تفضل. شو واخر تري في عايشك هك شنو هذا؟ عندي صدمة. اي الوحش. تراه دور لي نحب نثبت في البروفيل نتاعك. دور بروفيل حلو ياسر هذايا. فمش منه بل شو الياس بن خليفة بن منصور. أي. الفتحيني. ايش نقول لك يا عايش ولدي، انت تو لقيت لك دورك، دور الحارس السجن، ولا فما حاجة أخرى زاد نجم؟ مدام كي هكا خاطر عندي. اي هذا هو المشكل، عندي الإحساس. السلطان لقيتك اقعد، تفضل اقعد. امشي. اي السلطان شو نحبكم برشا، قوم ترى. دي انا لا سافا امشي اقعد حرقت روحك بروحك اقعد ارجع شو نحبكم برشا، قوم تفضل عرفني بروحك. نيله. اي اش تعمل لك فيه؟ مثل. اي اش تحب تمثل نيله؟ اش تحب تولي طموحك برامجك نعشن؟ مراه سبورتيفه. مال انت تعمل العاب الاولمبيه، لقيتك اقعد ترى اقعد. تفضل قوم نحبكم برشا. ش اسمك؟ انا زينوبة. اش تحب تعمل زينوبة في حياتك؟ انا مثل ممثلة. زينوبة انت نجم نحطك في دور الاميرة، اما ما نجمش خاطر قصيرة ياسر، الاميرة ذي طويلة مش ما اسمع نظرة طويلة في التلفزة. لا 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 ذي الاميرة طويلة يحبلك واحد فيه مش يخلط. اقعد تراها اقعد. بون انت يحكيوا عليك في الديريكسيون دكتور. ما نحبش ليك ليه؟ شوفوا الاولاد باش نوزع عليكم مجموعة من الأوراق، تقيدوا لي عليها اسمكم لقبكم ونمرو تليفوناتكم، وكان عندكم تصاور. كيفيه هذا تصاور كبار صغار ملونة بالكولو كيفيه؟ أنتي أسكت أنتي أسكت أنتي سيارة حرقت روحك، معاك مش مثل قضيت على روحك، أنا قضيت عليك. واخا خلي المكان لغيرك. تصويرك هذايا مدام. أنا وقت اللي تفرجت فيك في الفيلم هذاك اللي مثلت فيه يا مدام، ياسر فوتو جينيتيك يا مدام. برك الله عليك. لا مش هكا راهو تصاوروا، هذا مش ماهيش صورة فنية، ما تحسش ما تاعنا درشنية. اقعد. الكور ميتراج نتاعك محلاه. شوف يا عاش ولدي يظهر فيك موهوب، أما عندك حاجتين يا ممثل يا سباق، حاجتين ما نجموش راهو. ركز مليح، خمم مع روحك وشوف. وشو أنا نحبكم برشا راهو. الأولاد نرجع لكم المراجية. أمي تسلم عليك. في الأمان. شوفوا اللي يقول مدام سعاد اللي هنا جيتكم اليوم مسيرته الفنية نقذيله عليها، أنا خاطرني واصلة راني عندي برشا عباد نعرفهم. في الأمان. سلطان. وأنت شبيك تقبل ما نقبلش؟ شنو هي هذا؟ شكون هذا؟ إيلين إن ذا بلانكس يا. في خاطر اللي يخدموا في المسلسل لي زاكتور ليكيب تكنيك البرودكسيون كابكوما. WS question yeah. سي منصور مدام سعاد محسونة نادي المسرح نادي الموسيقى نادي الانترنت. حكايتنا الليلة وفات حكاية جديدة معاها بدات لما حلوة وحكاية مر علينا كل الاسماء. بيتنا هالليلة وفاق ايش دمعة هدى دمعة قوة وحكاية مر علينا كل الاسماء. احنا سهرية وتنور القاعدة
القعدات كملوا من هذه ونتمشاو الاولاد هاي وين الجو السنفوليك هذا يا ينفعك السنفوليك بارك انا نسمع فيك يا والله انت منصور عوض شو امشي